مرحبا بكم اليوم الناس كل في قناتكم مساحة. اليوم باش نحكيو على حقيقة تعليق على الشابي ورملة الذويبي، وبرشا مصادر تثبت انه على الشابي معنا قضيته في التعليق لكن سرية، لكن لحد الان ما ثم حتى تصريح من على الشابي ورملة الذويبي. وعديد معنا الاشخاص والصفحات قاعدين يداولوا في اخبار معنا التعليق على الشابي ورملة الذويبي، لكن ما ثم حتى تصريح يثبت صحة الحكاية هذية. أنا اليوم نحب نقول لكم ونأكد لكم اللي برشا عباد تعطي في معلومة غلطة، مثلا مش من الحكاية هذية ومازلت علاقتهم متينة ياسر معناها ومتزالوا متفاهمين ومتزوجين. لكن على حسب تصريح شقيق علي الشابي موج الشابي، قال إنه علاقة زوجية ما بين علي الشابي وزوجته رمنا على حافة الانهيار بسبب طمع وجشع شخص ما، وهكذا نكونوا وصلنا إلى نهاية الموضوع.